نشرة الأخبار مع لميس عبد الكريم. نشرة الرابعة من العراقية الإخبارية، أهلا بكم. نبدأها بالعناوين. مجلس النواب يعلن استمرار جلسته لحين حسم الدوائر الانتخابية، وينهي القراءة الأولى لقانون تمويل العجز المالي. ديوان الرقابة المالية يرصد مخالفات لأغلب مؤسسات الدولة، ويؤكد أنها لم تقدم بياناتها المالية للعام الماضي. الداخلية تتعهد بحماية المتظاهرين وتكشف عن تفاهمات واتصالات مع قادة الحراك والناشطين في التظاهرات. الرئيس الأمريكي يوجه انتقادا إلى أثيوبيا على خلفية بنائها سد النهضة، ومصر تعده ضوءا أمريكيا أخضرا لتفجيره. أهلا بكم وللتفاصيل. أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عن استمرار جلسة المجلس حين إكمال التصويت على الدوائر الانتخابية، في حين عقدت اللجنة القانونية النيابية ورؤساء الكتل النيابية اجتماعا ناقشوا فيه وضع اللمسات الأخيرة بشأن إكمال الدوائر الانتخابية. هذا وأنهى مجلس النواب القراءة الأولى لمشروع قانون تمويل العجز المالي. إذن اللجنة المالية النيابية أعلنت أنها ستبحث مع وزير المالية كشوفات القرضين السابق والحالي. مقرر اللجنة أحمد الصفار لوكالة الأنباء العراقية نفى وجود توجه لدى اللجنة بعدم تمرير قانون العجز المالي، لافتا إلى أن آراء أعضاء اللجنة مختلفة، وهناك من هو مع تمرير القانون وهناك من يقف ضد تمريره. وأضاف أن وزارة المالية لم تقدم حتى الآن الكشوفات حول استخدام القرض وآليات الصرف. وزارة المالية أكدت التزامها بالعمل على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، وذكرت الوزارة في بيان أن الحكومة سعت إلى استصدار تشريع يمكنها من الاقتراض داخليا وخارجيا بعد استخدام أموال الاقتراض الداخلي السابق لتمويل الرواتب والنفقات الأخرى، بينما اقتصر استخدام القروض الدولية على تمويل المشاريع التنموية. إذن من مجلس النواب ينضم إلينا مراسلنا هناك أحمد عرام. أحمد، أهلا بك، حدثنا عن آخر المستجدات بشأن جلسة مجلس النواب المستمرة من أجل إكمال قانون الانتخابات، حدثنا عن آخر الأحداث التي سجلت، تفضل. نعم، قبل لحظات توجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إلى كتلة التحالف الكردستاني للتباحث وتقرير وجهات النظر، كون هناك ملاحظات من قبل التحالف الكردستاني الحزب الديمقراطي الكردستاني بالذات حول توزيع الدوائر الانتخابية في محافظة نينوى وكركوك، بالإضافة إلى أن هناك كانت خلافات حول محافظة ديالى حول في إحدى المناطق من الكتل السنية. يبدو أن محافظة ديالى أقل صعوبة من محافظتي نينوى وكركوك أو ما يطلق عليه بالمناطق المتنازع عليها، لهذا توجه قبل لحظات رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إلى كتلة التحالف الكردستاني لتقريب وجهات النظر في وقت يستمر أو تستمر فيه اللجنة القانونية مع رؤساء الكتل للتباحث
حول تقريب وجهات النظر وتوزيع الدوائر الانتخابية. هناك خشية من انقسام بعض المراكز الانتخابية وهو ما حذرت منه مفوضية الانتخابات، كونه سيؤدي إلى قوائم جديدة وأسماء جديدة للانتخابات، وبالتالي يؤخر موعد الانتخابات. لهذا هم يحاولون أن لا يقسموا مراكز الانتخابات في هذه المناطق، وإنما تقتصر على المكونات وأن تكون هناك مراكز كافية للمكونات. هناك اعتراض من قبل التحالف الكردستاني حول هذا الموضوع، وما تزال المباحثات جارية حتى هذه الساعة. كان هناك حرص من قبل رئيس مجلس النواب وهيئة الرئاسة بشكل عام على استكمال قانون الانتخابات، لكن فيما يخص اللجنة المالية النيابية معي النائب أحمد الصفار يتحدث عن القراءة الأولى. الكثير من العراقيين ينتظرون تصويت مجلس النواب حول استكمال قانون أو تمويل العجز الحكومي، المال الحكومي، هل تؤخرون فعلا أنتم التصويت على هذا القانون؟ يعني المسألة ليست لدى مجلس النواب فقط، لأنه جنابك تعلم والمشاهدين الأعزاء، مسألة الرواتب موضوع حكومي، عمل حكومي، واجب حكومي، التزام حكومي، ولكن المجلس دائما هو في حالة تضامنية مع الحكومة من أجل تأمين الالتزامات الضرورية، وخاصة ما يتعلق بمعيشة العراقيين، مسألة الرواتب والتقاعد والرعاية الاجتماعية وغيرها. لكن كان يعني بعد القراءة الأولى لمشروع القانون احنا اصدرنا إيضاح من اللجنة المالية. شاهدت هذا الإيضاح. نعم. أريد أستثمر الوقت ويا حضرتك، أنتم تنتقدون الحكومة لأنها لم ترسم موازنة. أكد لك على نقاط. أين كنتم من هذا الانتقاد؟ لا يعني لا، احنا نهاية السنة تقولون الحكومة ما قدمت أبداً موازنة. أبدا، الحكومة بدأت بعملها بشهر الرابع أو الخامس، طلبت قرض بشهر السادس، قلنا يابا ما يخالف تفضل القرض، خلينا شرط أنه يسوون إصلاحات فورية بعد ما تطلبون قرض خلال 60 يوم. ما سووا إصلاحات. موازنة 20 ما قدموه، موازنة 21 المفروض يقدم المشروع يوم 15/10 أقصى شيء، يوم 23/24 بعد ما مقدمة. هناك عدم التزام حكومي بقانون إدارة المالية بالتوقيتات الزمنية أولا، اثنين يعني هناك إجراءات إصلاحات ممكن أن تحدث فورية، خاصة فيما يتعلق بتعظيم الرواتب وترشيد الإنفاق العام. الحكومة قد تعترض، عذرا للمقاطعة، لكن الحكومة قد تعترض بعد تصويتكم على مسودة هذا القانون. ليس المبلغ الذي تطلبه الحكومة ستصوتون على هذا المبلغ، من حقها أن تعترض بالمحكمة. نعم، وقد يتتأخر الرواتب ولتعترض، والقانون يصدر من السلطة التشريعية. نحن ندرس الموقف، نوازن بين مصلحة الشعب وإمكانيات الموجودة. يعني من غير المعقول طلب 41 تريليون دينار لتغطية نفقات 4 أشهر فقط، يعني إذا تحسبها أضربها في 3. يعني على كم ستصوتون؟ يعني إحنا نحاول أنه نأمن رواتب الموظفين، نأمن النفقات الحاكمة ضروريا، نأمن الرعاية، ربما أنه يخفض المبلغ إلى النصف أو أقل شوية. ندرس الإيرادات الحقيقية، النفقات الحقيقية اللي أوصلتم ذلك للمحكمة، ونشوف العجز. عذرا للحكومة، هل أوصلتم ذلك للحكومة؟ هل أخبرتم الحكومة وزارة المالية؟ بعد القراءة الأولى راح تكون قراءة ثانية والتقرير، وراح نستضيف السيد وزير المالية ونتحقق من يعني خلي يقدم لنا الإيضاح حول حقيقة الوضع المالي. الآن شهريا إيراداته شقد، نفطية وغير نفطية، احتياجاته المن للرواتب والاحتياجات الضرورية. هو مقدم مشروع موازنة مصغرة، يعني مقدم بيها 72 بند استثمار، 38 بند نفقات جارية، هذه موازنة. بهذا الوضع ما ممكن تمويله. احنا يعني هناك أولويات، نريد نأمن الأولويات من خلال التعرف على الوضع المالي. القراءة الأولى تمت بعد 72 ساعة على الأقل، يعني يصير قراءة ثانية ويتم الاتفاق قريبا إن شاء الله على تأمين الرواتب على الأقل. شكرا جزيلا. إذن هي مباحثات متواصلة، مباحثات مستمرة، سواء من اللجنة المالية وقانون سد العجز المالي الحكومي، بالإضافة إلى
القانون واستكمال قانون الانتخابات الذي من المفترض أن يستكمل اليوم باجتماع قادة الكتل، وما زال رئيس مجلس النواب يحضر بنفسه اجتماعات هذه الكتل من أجل إيجاد صورة حل وتقريب وجهات النظر من أجل التصويت عليه. جزيل الشكر لك على كل هذه الإيضاحات والمعلومات، مراسلنا من داخل مجلس النواب أحمد عرام، شكرا جزيلا لك. كشفت هيئة النزاهة عن إيقاف صرف رواتب النواب والمسؤولين الممتنعين عن كشف ذممهم المالية. وقال مدير دائرة الوقاية في الهيئة معتز العباسي لصحيفة الصباح أن الرئاسات الثلاث والوزراء قدموا ذممهم المالية باستثناء وزيري المالية والاتصالات، مؤكدا إرسال قوائم الممتنعين للجهات المعنية لإيقاف صرف رواتبهم لحين تزويد الهيئة بالكشف، مشيرا إلى أنه في حال استمرار الامتناع فستتخذ الهيئة إجراءات أكثر شدة. رصد التقرير السنوي لديوان الرقابة المالية مخالفات للتشريعات النافذة في عدد من مؤسسات الدولة، حيث لم تقم العديد من دوائر الدولة بتقديم بياناتها المالية للعام الماضي، فيما تجاوزت أخرى على مخصصاتها المرصودة. مخالفات لأحكام التشريعات النافذة تقوم بها أغلب مؤسسات الدولة باتت ظواهر رصدها ديوان الرقابة المالية في تقريره السنوي لعام 2019، حيث لم يقم العديد من دوائر الدولة بتقديم بياناتها المالية للسنة المنتهية في ديوان الرقابة، كما رصد الديوان عدم جدية بعض الوزارات والتشكيلات التابعة لها في تصفية ومعالجة الملاحظات الواردة في تقاريره الدورية، منها استمرار تعدد مصادر التمويل لإدارات ممولة مركزية لتنفيذ مشاريعها ومتطلباتها التشغيلية، كموازنة تنمية الأقاليم، التبرعات، القروض الخارجية، مشاريع ممولة من البترودولار ومصادر أخرى، الأمر الذي يخل بمبدأ وحدة الموازنة وصعوبة السيطرة على حركة التدقيق النقدي فيها. كما أشارت التقارير إلى عدم قيام التشكيلات والهيئات باستغلال التخصيصات المالية السنوية المرصدة لها من وزارة المالية في وقت بإمكان جهات أخرى الاستفادة منها، وأظهر التحليل المالي لوحدات التمويل الحكومي للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة تجاوزاً على المبالغ المخصصة في الموازنة التشغيلية لها، ما تسبب بعجز يصل إلى أكثر من 73 مليار دينار، ما يستدعي وفق الديوان توخي الدقة عند وضع التخصيصات السنوية. وقد لاحظ الديوان تفاوتا كبيرا بين مؤسسات الدولة في نسب تنفيذ الموازنة الجارية لها، حيث بلغت أقل نسبة تنفيذ نحو 36% فقط، في حين بلغت أعلى نسبة تنفيذ وصرفيات للموازنة الجارية في إحدى مؤسسات الدولة 192%، ما يتطلب توزيعا رشيدا لأموال الدولة ووفق الحاجة الفعلية لكل مؤسسة لإيقاف هدر المال العام مع اقتراب مجلس النواب من التصويت على مشروع قانون تمويل العجز الحكومي. أحمد عرام، العراقية الإخبارية، بغداد. كشف رئيس لجنة الخدمات والإعمار النيابية وليد السهلاني عن مباشرة لجنته بعملية التحقيق والتدقيق في المشاريع المتلكئة، وخاصة تلك المحالة منذ أكثر من 10 سنوات. السهلاني أكد أيضا في حديث للإخبارية رفع لجنته دعاوى جزائية وفق القانون ضد المحافظين الذين يتخلفون عن رفع تقييم للمشاريع. أغلب المشاريع المتلكئة والمتلكئة مشاريع وزارية، وطبعا تشوبها بعض علامات الاستفهام بل دلالات كثيره في الاستفهام، بحيث هناك بها منافذ معينه تحتاج الى تدقيق وتحقيق. باشرنا نحن بمتابعه المشاريع المتلكئه، خصوصا مشاريع السكن، مشاريع البنى التحتيه في اغلب المحافظات، من خلال عقد اجتماعات دوريه مع الجهات القطاعيه كوزاره البلديات والاسكان، وكذلك مع الشركات المتلكئه. يعني فوجئت في ببعض المشاريع بأن تم إحالتها منذ عام 2008 و2009. اليوم كلجنة خدمات وأعمار نيابية طالبنا حتى من المحافظين بأن ترسل كل المشاريع، كل المحافظين، وأرسلنا كتب الرسمية. طبعا للأسف بعض المحافظات إلى الآن لم تجيب، وسوف نتخذ الإجراءات القانونية من خلال إقامة الدعاوى الجزائية، من خلال تحريك الدعاوى الجزائية حسب قانون مجلس النواب.
شدد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح على أن استحقاق الانتخابات المقبلة يستوجب ضمان نزاهتها وتحقيق الإرادة الحرة للمواطنين بعيدا عن التزوير والتلاعب. صالح أشار في تهنئة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش لمناسبة الذكرى 75 لتأسيس الأمم المتحدة إلى أن العراق مصمم على دولة بسيادة كاملة، وأنه يتطلع إلى استمرار الدعم الأممي في مواجهة التحديات، داعيا الجميع إلى ضرورة التكاتف الدولي لمكافحة الإرهاب والفساد. أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الدول التي زارها خلال جولته الأوروبية. وأكد الكاظمي في اختتام زيارته ووصوله إلى بغداد عقد اجتماع كل 3 أشهر لتقييم إجراءات مذكرات التفاهم مع الدول الأوروبية، داعيا وزارة الخارجية إلى متابعة تلك المذكرات. وصلنا لأرض الوطن من جولة أوروبية، عملنا على إجراء مجموعة اتفاقيات مذكرات تفاهم من أجل توثيق العلاقات الاستراتيجية في مجال الاقتصادي الثقافي والأمني، وأطلب من وزارة الخارجية العمل على متابعة هذه المذكرات، وكذلك تم التطرق إلى الورقة البيضاء الورقة الإصلاحية ودعم الدول الأوروبية للورقة الإصلاحية من أجل تطوير أداء المؤسسات الاقتصادية المالية. وسوف نعقد اجتماع لمجلس الوزراء كل 3 أشهر لتقييم الإجراءات فيما يخص مذكرات التفاهم مع الدول الأوروبية الثلاث، فرنسا، ألمانيا وبريطانيا، ومن ثم تقييم الأداء في عملية إصلاح في الورقة البيضاء. شكرا جزيلا. تطوير الاقتصاد العراقي وإنضاج الورقة الإصلاحية البيضاء فضلا عن الحصول على المساندة في الجانب الأمني كانت من بين أبرز الملفات التي ناقشها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال جولته الأوروبية. جولة الكاظمي الأوروبية انتهت، وتطوير العلاقات الاقتصادية طغت على محادثاته مع نظرائه في فرنسا وألمانيا وبريطانيا، بحثاً عن مساعدة العراق في الخروج من أزمته الاقتصادية الراهنة. العاصمة باريس التي كانت المحطة الأولى للكاظمي شهدت توقيع 3 مذكرات تفاهم بين الوزارات العراقية ونظيراتها الفرنسية في مجالات الزراعة والنقل والتعليم للنهوض بواقع هذه الوزارات وتعزيز قدراتها. وفي برلين أكد الكاظمي لعدد من رؤساء الشركات الألمانية سعي حكومته إلى إجراء إصلاحات مالية وإدارية لتأمين بيئة استثمارية آمنة تدعم القطاع الخاص لبناء شراكات ناجحة معها، لا سيما في مجال الطاقة الكهربائية والبنى التحتية. في العاصمة لندن اتفق الكاظمي مع نظيره البريطاني بوريس جونسون على مزيد من التعاون في المجال الاقتصادي، مؤكدا حاجة العراق الفعلية إلى دخول المستثمرين في العديد من المشاريع الخدمية والقطاعية التي من شأنها أن تدفع بعجلة الاقتصاد العراقي إلى الأمام. من الحشد الشعبي إلى قوات حرس الحدود انتقلت مهام حماية الشريط الحدودي مع سوريا، فيما تسلمت قوات الحشد المنسحبة مهمة تأمين الطريق الرابط بين عكاشات والرطبة، فضلا عن بقائها قوة إسناد لحماية الحدود الدولية. قيادة قوات حرس الحدود تنتهي من عمليات انتشارها على الشريط الحدودي الممتد من منفذ الوليد إلى قضاء القائم، بعد تسلمها قاطع المسؤولية من قطاعات اللواء 19 لقوات الحشد الشعبي، والتي كانت تشغل مساحة مهمة في هذا القاطع الحدودي مع الجانب السوري. عندنا مناطق ماسكها الحشد ومنها لواء 19، صار قرار من العمليات المشتركة على استلام هذا القاطع، لأن تعدد يعني الجهات الأمنية على حرس الحدود بروتوكولات غير مقبولة. وخلال هاي الفترة احنا مفرغين 4 ألوية بين جيش عراقي وبين
حج الشعبي واجب القطاعات تمسك بالعمق خلفنا خلف الحرم الحدودي اللي هو 10 إلى 15 كيلومتر. هذا البروتوكول الدولي لكل دول العالم. قطاعات الحج الشعبي وبعد تسليمها هذا القاطع الحدودي إلى قوات حرس الحدود ستقوم بمهام تأمين الطريق الرابط بين منطقة عكاشات وقضاء الرطبة، وستكون قوة إسناد لقوات حرس الحدود التي ستقوم بحماية الحدود الدولية. من الضرورة لتسليم قاطع لواء 19 لقيادة قوات حرس الحدود وتحديدا اللواء 15 باعتبار أنه هي القوة الأساسية والمعنية بمسك الحدود العراقية. أما بالنسبة لقطاعاتنا كقطاعات حشد شعبي إن شاء الله لها دور بارز بالثبات خلف القطاعات اللي خلف الحرم الحدودي ما يبعد من 10 إلى 15 كيلومتر. سيكون انتشارنا وتحديدا على الطريق الرابط ما بين منطقة الرطبة مرورا بعكاشات وصولا إلى منطقة القائم. وتؤكد قيادة العمليات المشتركة سعيها بأن تتسلم قيادة قوات حرس الحدود المسؤولية الكاملة لحماية الشريط الحدودي مع جميع دول الجوار بعد أن تستكمل هذه القيادة من قدراتها الأمنية واللوجستية. من الشريط الحدودي العراقي السوري حسام التميمي، العراقية الإخبارية. أكدت وزارة الداخلية اعتمادها خططا أمنية لحماية المتظاهرين وعدم السماح لمن يحاولون تحريف سير التظاهرات السلمية وإيذاء المواطنين والتجاوز على الممتلكات العامة والخاصة. وقال الناطق باسم الوزارة اللواء خالد المحنى لوكالة الأنباء العراقية أن هناك اتصالات وتفاهمات مع قادة الحراك والناشطين في التظاهرات المزمع إقامتها يوم غد، مؤكدا أن هناك اجتماعا مع كل من هؤلاء إجماعا على أن تكون التظاهرات سلمية وحضارية ومدنية. تظاهر العشرات من أهالي منطقة شاطئ التاج شمالي العاصمة بغداد للمطالبة بالسماح بدخول مواد البناء إلى منطقتهم. أهل المنطقة وفي تجمعهم السلمي طالبوا عبر العراقية الإخبارية الجهات المعنية بالنظر بمعاناتهم بعد طول الانتظار، متعهدين باستمرار احتجاجاتهم حتى تلبية المطالب. احنا أهالي منطقة شاطئ التاجي، عدد المنطقة 15,000 وحدة سكنية، واقع حال هي منطقة سكنية صارت بعد ما هسه انطونا مجال فتحوا البناء عندنا، كملنا للنص، هذا اللي بعد السقف ماله، هذا اللي بعد الابيض، بعد الكاشي اجى امر نسد البناء. هيكل كامل يعني بس انطبوا باقي المواد ما يخلون. والله مال يتامى، تعويض استلمناه اشترينا، انا لو عندنا نقدر نشتري بالكاظم نشتري وين ما كان طابوا، بس ما نقدر، هلكنا الايجارات، والله هلكتنا الايجارات، شنو ذنبهم صاحبين عوائل؟ حسبي الله ونعم الوكيل، على كل ما كان السبب وما نرجع، والله العظيم ما نرجع، هاي وقفتنا بس علينا ممنوع يعني على الفقرة. أم يتامى ماتت حسبي الله ونعم الوكيل عليهم، خمس بنات عافت ناشدت لحد ما قالت بس قامت تنزل للساعة تبكي وتناشد وما حد دار لها بال، هسه للواء وما أعرف منو وما حد استجاب إلها، لأن البنات منو إلها؟ إحنا هسه ما نتحرك منا لهنا إذا مو إلا سوونا حال، والله نقعد بنص الشارع زين ونسد الطرق كافي عاد ملينا، يوميا طالعين مظاهرات ها وكل شيء ماكو. انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثيوبيا على خلفية بنائها سد النهضة مرجحا أن تقوم مصر بتفجيره. قال ترامب خلال اتصال هاتفي مع رئيسي الحكومة السوداني والإسرائيلي أن أديس أبابا انتهكت اتفاقا أعدته واشنطن لتسوية الأزمة بشأن السد. وفي أول تعليق على كلام ترامب كشف وزير الري المصري الأسبق محمد نصر الدين أن تصريح الرئيس الأمريكي يعد ضوءا أخضر لمصر بضرب سد النهضة. وردا على تصريحات ترامب بشأن سد النهضة قال رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد أنه لا توجد قوة يمكنها أن تمنع أثيوبيا من بناء السد. أبي أشار لأن بلاده لم تخضع للاستعمار من قبل وأنه لن يسيطر عليها أحد في المستقبل.
في هذه الأثناء أعلن صندوق النقد الدولي أن القرار الأمريكي بشأن شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب يعد خطوة نحو تخفيف عباء الديون التي تثقل كاهل الخرطوم، ويأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن موافقة الحكومة السودانية على دفع تعويضات لضحايا الإرهاب من المواطنين الأمريكيين بقيمة 335 مليون دولار. بعد أكثر من 27 عاماً رسمياً اسم السودان يرفع من قائمة الدول الراعية للإرهاب الدولي في الولايات المتحدة، والذي أدرج عليها في 12 من آب عام 1993 بسبب علاقات نظام البشير مع تنظيم القاعدة. وينطوي الإدراج على قائمة الإرهاب خضوع هذه الدول لمجموعة من العقوبات، منها حظر الصادرات والمبيعات الدفاعية الأمريكية وفرض قيود على المساعدات الخارجية، بالإضافة إلى قيود مالية وأخرى على المواد ذات الاستخدام المزدوج. كما يتيح القانون الأمريكي للسلطات فرض عقوبات على الأشخاص والبلدان الذين ينخرطون في تبادلات تجارية مع هذه الدول. أي من الدول بقيت أسماؤها مدرجة على القائمة؟ بحسب الخارجية الأمريكية فإن القائمة باتت تضم 3 دول فقط، هي سوريا التي أدرجت على القائمة في 29 من كانون الأول عام 1979، وإيران أدرجت في 14 من كانون الثاني 1984، وكوريا الشمالية التي أدرجت في 20 من تشرين الثاني عام 2017. وتقول الخارجية إن هذه الدول أدرجت على القائمة بعدما قدمت مساعدات إلى جماعات إرهابية. سلا البياتي، العراقية الإخبارية. قررت كل من اليونان وتركيا إلغاء مناورات عسكرية مقررة في البحر الأبيض المتوسط حرصا على تهدئة التوتر القائم. الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو يانس ستولتنبرغ رحب بهذا القرار وعده خطوة في الاتجاه الصحيح ستتيح التقليل من مخاطر حصول حوادث، متوقعا أن تمثل الخطوة ركيزة للجهود التي تقودها ألمانيا لحل الخلافات بشأن الحدود البحرية بين البلدين. أرسلت الولايات المتحدة زوارق دورية لخفر السواحل في المحيط الهادئ لمواجهة أنشطة الصين، واتهم روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض في بيان له الصين بالقيام بعمليات صيد غير قانونية ومضايقة قوارب صيد السمك الخاصة بجيرانها، مضيفا أن خفر السواحل الأمريكي يقوم حاليا بنشر سفن دورية سريعة في غرب المحيط الهادئ. قالت القوات البحرية الأمريكية أن طائرة تدريب تابعة لها سقطت وتحطمت في ولاية ألاباما، وأضافت البحرية في تغريدة على تويتر أن الحديث أسفر عن مقتل شخصين كانا على متنها. قتل 9 مدنيين وأصيب ضابط شرطة جراء انفجار قنبلتين متعاقبتين في مقاطعة غزنة شرقي أفغانستان. متحدث باسم الشرطة أوضح أن الانفجار الأول وقع بعد مرور حافلة كانت تقل مجموعة من المدنيين، مبينا أن الانفجار الثاني جاء بعد دقائق ما أدى إلى تدمير عجلة تابعة للشرطة الأفغانية. وقبل الختام تذكير بأبرز ما جاء في هذه النشرة. مجلس النواب يعلن استمرار جلسته لحين حسم الدوائر الانتخابية وينهي القراءة الأولى لقانون تمويل العجز المالي. ديوان الرقابة المالية يرصد مخالفات بأغلب مؤسسات الدولة ويؤكد أنها لم تقدم بياناتها المالية للعام الماضي. الداخلية تتعهد بحماية المتظاهرين وتكشف عن تفاهمات واتصالات مع قادة الحراك
والناشطين في التظاهرات. الرئيس الأمريكي يوجه انتقادا إلى أثيوبيا على خلفية بنائها سد النهضة، ومصر تعده ضوءا أمريكيا أخضر لتفجيره. ختام هذه النشرة، شكرا للمتابعة ونلتقي في نشرات أخرى. We'll be right back.